اداره الانتخابات برئاسه المفوض العام وعضويه كل من الاستاذ الدكتور سيد فوده، الاستاذ بكليه الحقوق جامعه بنا، والاستاذ الدكتور السيد خاطر المدرس بكليه الزراعه دمشق الشرقيه. سيتم اختيار 11 عضو، سيتم عقد الجمعيه العموميه، تحدد ميعاد عقد الجمعيه العموميه يوم 28/12 من الساعه 9 صباحا. سيتم فتح باب، سيتم الانتظار لمده ساعه اذا لم يكتمل النصاب، ثم بعد ذلك سيتم اجراء الانتخابات باي عدد بعد ساعه انتظار. أن نؤدي الأمانة التي كلفنا بها، حيث أنني قد كلفت بإدارة شؤون النادي وذلك لمدة 4 شهور، نتمنى أن ندير الانتخابات فيها وأن يأتي مجلس إدارة يمثل جامعة بنها تمثيلا ويمثل أعضاء هيئة الرئيس بجامعة بنها تمثيلا مشرفا ويؤدي الغرض المهني لخدمة أبناء المهنة ويكون على المستوى الذي يليق بالمرحلة القادمة إن شاء الله، حيث أن جامعة بنها في المرحلة الحالية تتبوأ مكانة كبيرة ولها قفزات من بين الجامعات، وعايزين طبعا